أهم الخطوات قبل ما نبدأ في تجهيز وجباتنا اليومية تعقيم أدوات المطبخ من السكاكين ولوح التقطيع. استخدام نفس السكين ولوحة التقطيع بعد تقطيع اللحوم والدجاج والسمك يؤدي لانتقال الجراثيم من اللحوم للأطعمة. ديكاكيلا وفرت لنا حل المشكلة هذه مع آلة تعقيم السكاكين ولوح التقطيع. جينا الآلة بقوة 120 واط وتشتغل بخاصية التطهير المزدوج والتعقيم بواسطة الهواء الحار والأشعة فوق البنفسجية. معدل التعقيم 99.9%، وتجي الآلة مع 3 سكاكين و3 لوحات تقطيع. اشري صحتك وصحة عائلتك واحصل على معقم أدوات المطبخ من ديكاكيلا.